أول شيء أيها الأحبة، عالم الجن خلق قبل الإنسان، هذا ما يجب أن تعلمه أول شيء. يعني أنت أيها الإنسان تعتبر مخلوقا حديثا، الجن سبقك بسنوات طويلة قبل سيدنا آدم، يعني إبليس كان موجودا قبل سيدنا آدم. فعندما خلق الله آدم من تراب كان الجن يراقب هذه العملية، وكان زعيم الجن في ذلك الوقت اسمه إبليس لعنه الله. هذا المخلوق الذي لديه قدرات عجيبة بنفس الوقت كيده ضعيف، كان يقول هذا الإبليس: إذا أمر الله الملائكة بالسجود فلن أسجد لمخلوق أقل مني. لأن طريقة خلق الجن خلق من نار، الجن أيها الأحبة خلق من نار، والنار عنصر قوي جدا، حارق، عنصر حارق، حرارة واللهيب وكذا، ويعذب بالنار أيضا، وسنشرح ذلك إن شاء الله. فهذا الكائن كان يتوعد لسيدنا آدم: أنا أحبك أخي الحبيب، أن تعلم هذه الحقائق لتعرف من يعيش حولك، من يرافقك حتى في دورة المياه وفي الحمام، من يكون في غرفة نومك هو يعيش معك، كيف نتجنبه، كيف نتخلص من شره وضرره. لأن وساوس الشيطان أيها الأحبة قد تكون سببا في قلة الرزق، قد تكون سببا في التفريق بين الرجل وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. مشاكل الطلاق اليوم 40% نسبة الطلاق، وأكثر من 90% من البيوت فيها مشاكل زوجية سببها الشيطان. فإذا ما تعرفت على أساليب هذا الشيطان، هذا الكائن الذي عرشه على الماء أو على البحر، ستكسب الكثير وتتجنب الكثير من المشاكل والمصائب. هذا الكائن الشرير إبليس كان يتوعد لأبينا آدم قبل أن يخلق، عندما علم أن هناك كائنا سيخلقه الله من الطين ومن الماء، اعتبر إبليس أن آدم أقل منه. وبالتالي الله عز وجل عندما خاطب الملائكة ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. بشر له طبيعة مادية ملموسة، الجن طبيعته غير مادية، الترددات الضوئية والحرارية والإشعاعات هذه ليست ملموسة، والجن قد يكون نوع من هذه الأنواع ولكن لا يمكن قياسه أو معرفته أو التعرف عليه على الأقل حتى الآن يعني. فالإنسان له طبيعة التراب والماء، فكان يتوعد ويقول: أنا لن أسجد لهذا المخلوق. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الآية الأخرى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا قبل أن يخلق آدم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بمجرد أن خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، الملائكة بلا استثناء سجدوا سجود تكريم وليس سجود عبادة. فالملائكة فهموا أن هذا مخلوق مكرم، يجب أن نستجيب لأمر الله ونسجد له تكريما وليس عبادة. إبليس المخلوق من النار كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن خلقناه من قبل من نار السموم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجن خلقناه من قبل، من قبل قبل الإنسان يعني، من نار السموم، نار سامة، نار مليئة يعني مثل أنت عندما تشعل نار في البيت لتطبخ عليه، هذه نار عادية، ولكن هناك نار فيها سموم وفيها عناصر حارقة وعناصر يعني مثل اليوم تقول انفجار نووي مثلا، يولد هذه الإشعاعات والنيران التي تحرق الناس على بعد 100 كيلومتر مثلا. هذه النار أو شبيهة بها خلق منها إبليس، كان لديه طبيعة نارية. فعندما سأله الله قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وفي آية أخرى خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب هذا الكائن الغبي حقيقة لم يفهم أن السجود لا يجوز إلا لله، سجود العبادة، ولكن هذا سجود تكريم. أراد الله أن يكرم هذا المخلوق، هذا الكائن العجيب الذي هو إنسان أو بشر. فكانت النتيجة أن إبليس استكبر وامتنع وأبى، هنا طرده الله من الجنة. أخي الحبيب، هذه القصة ينبغي أن تضعها في رأسك لتعلم بداية المشكلة، جذور المشكلة. نحن الآن نعيش النتائج، نحن الماسونية اليوم والإلحاد الذي يضرب العالم، هذه نتائج عمل إبليس، هي نتائج. يجب أن نعود إلى الجذور لنعلم كيف بدأت القصة. فعندما طرد إبليس من الجنة قال له الله فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هنا موقف أيها الأحبة، كان بإمكانه أن يقول يا رب تبت إليك، والله هو التواب يقبل توبته، لم يتب، بقي مستكبرا. بل لم يكتفي بذلك، قال لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما هذا الكائن الحقير، كائن شرير، كائن يتربص بك أيها الإنسان من كل جانب. يعني أنا الآن أجلس، هناك شياطين تتربص بي ولكن كيده ضعيف. أنا فهمت هذه المعادلة من القرآن منذ زمن. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا، أنا أول مرة أنا الآن أقول لك هذه الآية، وحقيقة أنا لم أنتبه لها في حياتي، قرأتها وحفظتها مئات المرات، ولكن أول مرة استحضر كلمة فقاتلوا. لماذا فقاتلوا؟ القتال يكون في الحرب. طب هل نحن في حرب الآن؟ نعم نعم أحبتي في الله، أنا وأنت الآن في حرب مع إبليس، فيجب أن تكون أنت المنتصر وليس هو. فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لم يقل ادفعوا كيد الشيطان، اهربوا من كيد الشيطان، لأن الشيطان ملتصق بك. لم يقل لا تستجيبوا للشيطان، لا، قال فقاتلوا كيد الشيطان. إذن أنت في حرب وقتال، والعدو الذي أمامك هو الشيطان. هذا العدو أخي الحبيب يريد أن يحاربك ويؤذيك ويقاتلك، فيجب أن تقاتله. طيب أنت عدو لا ترى، هذا نوع صعب من القتال. أنا عدو لا أراه، كيف أقاتله؟ الله عرفني على أساليب هذا الكائن، قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تصور أن عدوا موجود لديك في البيت. لا أريد أن أقول لك عدو مثل اليهود على بعد آلاف الكيلومترات، لا، أقول لك تصور عدو يتربص بك وموجود في غرفة نومك، ماذا تفعل؟ ولا تراه، أنت لا تراه. فهنا أيها الأحبة القرآن علمنا كيف نحذر من هذا الكائن، فقص علينا جذور المشكلة لنفهم القضية. فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بالمقابل قال للنساء على لسان العزيز، عزيز مصر، عندما خاطب زوجته وقال إن كيدكن عظيم. كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن النساء هي أيضا، فتنة النساء هي أيضا جزء من مشاكلنا نحن اليوم أيها الأحبة. بيوت كثيرة خربت سبب علاقات غير مشروعة، سواء من الرجل أو من المرأة يعني. فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن أول آية تطمئنني أن العدو الذي أمامي ضعيف. الآية الثانية ماذا قال الله تعالى؟ قال لإبليس عندما قال له لأغوينهم أجمعين، لأضلنهم، لأغوينهم، لأفعلن كذا، لأفعلن كذا، لآمرنهم كذا، فلا يغيرن خلق الله. لا، احتار هذا الإبليس ماذا يفعل من غيظه وشدة حقده على 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 سيدنا آدم، وسيدنا آدم لم يسئ له. يعني الكارثة أيها الأحبة، آدم ماذا فعل لإبليس؟ يعني أنا الآن من بني آدم، ماذا فعلت لإبليس؟ هو هكذا المعادلة، هكذا الدنيا، هكذا الاختبار، هكذا الابتلاء. الله قال له
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله، هذه آية تنسف بها كل الادعاءات التي تقول إن الشيطان يستطيع أن يسيطر ويتلبس الإنسان، وتنسف كل هذه الادعاءات. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا أردت أن تحارب وتقاتل كيد الشيطان، كن عبدا مخلصا لله. لأن إبليس ماذا قال له؟ لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين لديهم إخلاص، وأنت تخلصهم من هذا الضلال. إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الإخلاص هنا أخي الحبيب يعني أن تتوجه بعبادتك خالصا لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن الإخلاص هو أقوى سلاح تواجه به الشيطان والجن وهذا العالم كله. النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذه الآيات، لذلك عندما جاءه أعرابي قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر. رجل أعرابي بسيط لا يستطيع أن يحفظ. اليوم لو ذهبت إلى الفقهاء وقلت لهم ما هو الدين ما هو الإسلام، سيقول لك اقرأ مجلدات في الفقه والحديث وكذا. النبي لخص له الدين بكلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، قال له أخلص دينك لله يكفك العمل القليل. 6 كلمات فقط. أخلص دينك أي عبادتك لله يكفك العمل القليل. إذن السلاح رقم واحد هو الإخلاص أخي الحبيب، بنص القرآن وبنص السنة النبوية المطهرة. السلاح رقم واحد قلنا هو الإخلاص. السلاح رقم 2 أيها الأحبة هو الطهارة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن الطهارة إنها نصف الإيمان، يعتبرها نصف إيمان المؤمن. وأسوأ ما يسيء الشيطان طهارة المؤمن. الشيطان لا يحب الطهارة، الشيطان يريد الفاحشة والنجاسة، لذلك تجده في أماكن الفاحشة، أماكن النجاسات، أماكن الظلم، أماكن الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الشيطان يستطيع أن يمس الإنسان ويتلبس به، ولكن أي إنسان؟ الذي يتبعه. إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. يعني انظر أخي الحبيب، لا تقنعني أن هناك إنسان مؤمن مخلص طاهر يستطيع الإنسان الشيطان أن يقترب منه. لا يستطيع، ليس له سلطان، إلا طبعا ما شاء الله، قد يقترب لحكمة ويكون فيها خير لهذا المؤمن. الوضوء سلاح رقم 2 ضد الشيطان، الصلاة والوضوء. سلاح 3 هو الصلاة والاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الاستعاذة بالله. إذا أراد أن يدخل إلى الحمام أو إلى الخلاء أو إلى مكان دورة مياه أو ليقضي حاجته يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا طلع عليه اليوم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما خلق له، وأسألك خيره وخير ما خلق له. إذا دخل إلى السوق يستعيذ من شرها، دخل إلى المسجد ليبدأ الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان، أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ، كل أعماله استعاذة، سبحان الله. طيب نحن كم مرة نستعيذ بالله من الشيطان؟ كم مرة أنت فكرت عندما تغضب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ألا تذكرون ذلك الرجل الذي غضب كثيرا وأراد النبي أن يعلمه كلمة لو قالها ذهب عنه هذا الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذن الاستعاذة تعالج الغضب، لأن الغضب من الشيطان. لذلك الله سبحانه وتعالى، أنت
انتبه أخي الحبيب، علمنا أساليب الوقاية والحماية من هذا الشيطان، وقال لك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. علمك أساليب الوقاية والحماية: الطهارة، الصلاة، الاستعاذة، ذكر الله، قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. لذلك أنت الآن عندما تذكر الله سبحانه وتعالى إنما تغيظ الشيطان، الشيطان ينزعج كثيرا من ذكر الله، يهرب عندما يسمع الأذان، الشيطان يتولى. إذا تعلمت فن قتال هذا الكائن صدقني ستتغير حياتك 180 درجة إن شاء الله. وتذكروا دائما هذه الآية في حالة الخوف: إذا خفت من شيء قل 7 مرات، احفظ رجاء عدة كلمات، احفظها كما تحفظ اسمك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 7 مرات وسيختفي الخوف ويختفي القلق، لأنك التجأت واستعذت بالملك. ما معنى أعوذ؟ أي ألتجئ وأحتمي وأسأله أن يحفظني، والله سيعيذك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من شر الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.